متتبعي قناة الفاس بريس، مرحبا بكم. نحن الآن تتوجد في واحد من أشهر الأحياء في العاصمة الاقتصادية، وهو درب غريغوان. درب غريغوان تتحيط به حي الفقراء أو درب الفقراء، ساحة سراغنا والقرعة القديمة. جينا لدرب غريغوان باش نعرفوا أصل التسمية، شكون هو غريغوان اللي بنى هذا الحي هذا، وإمتى تبنى درب غريغوان؟ أجي تشوفوا معنا. من جات التسمية تاع حي تاع غريغوان؟ غريغوان واحد العادات الناس اللي غالطين فيه، على قبل غريغوان عنده 4 ديال المهندسين، وبناء على المهندسين المعماريين، وكان انا ذاك المسؤولين على الشان المحلي، عطاو لهاد المهندسين المعماريين دي لو دو تيغان، قطاع ارضيه، وطلبوا منهم كل مهندس يخرج لهم واحد العدد ديال السكنه. الوغ كان الاول هو شابو تيشد من زنقه واحد حتى الزنقه 6، وتيشد عليه الريفولي من زنقه 6 حتى الزنقه 11، وتيشد عليه غريغوان من زنقه 11 الزنقه هذه اللي هابطه على المقاطعه، ومن بعد تيشد عليه باي. غريغوان هو اللي عنده الحصه الكبيره في الارض، بقى هذاك الاسم ديال غريغوار ماشي غريغوان، حنا بالدارجه تنقولوا غريغوان، اما هو الاسم الحقيقي ديالو هو غريغوار، وكان عنده الحصه الكبيره في الارض، وبقى مأثر على الاسماء ديال الاخرين. الا جينا نشوفوا حتى المسافه ديال كل مهندس، كلهم عندهم قطاع صغار الا غريغوار اللي كانت عنده المسافه كبيره. اذا غريغوار هو مهندس فرنسي، كلهم هادو 4 مهندسين فرنسيين، كان شابو، كان غيفولي، كان غريغوار، وكان باي، هادو هما اللي كانوا. واش من سنه تقريبا تبنى غريغوار؟ قبل في البدايه ديال الحرب العالميه الثانيه 39-45 تبنى تما، وكانوا جابوا، كانت السومه الكرائيه انذاك تتساوي 3 ديال الدراهم، 300 كانوا تنحسبوا بالفرنك، 300 فرنك كانت، وكانوا تيشجعوا الناس معفيين من الواجبات ديال الماء، استهلاك الماء والكهرباء، ما تيخلصوش الماء والكهرباء. بقى الضوء حتى 63-64 رجعوا الناس يخلصوا، دخلوا لي كونتور ديالهم، الا لاحظتي حتى لي كونتور باينين جداد، ما داخلينش في البنايه الاولى، دخلوا لي كونتور، ومن بعد في 67-68 عاد باش دخلوا البرونشمون ديال الماء، بداو الناس يخلصوا الماء والضو ديالهم. اشني تقريبا المسافه او المساحه ديال هاد المساحه كلها غادي تكون ما بين 8-10 القطارات اللي كانت، وكانت هذه المنطقه كلها كانت منطقه فلاحيه. بالنسبه للعائلات اللي استقروا في هذه المنطقه شكون هما تقريبا؟ كانوا عائلات كثار، كان غانمي، كان بوليد، كان افندي، كان الدرحاني، كان الحرشاوي. ومش من بلاصه جاوا الناس هادو؟ هادو كلهم جاوا من المدينه القديمه، كان ذاك البناء العشوائي في المدينه، وباش يقضيو على ذاك البناء العشوائي طلعوا لنا هنا واحد السومه كرائيه ضعيفه باش يشجعوا الناس هنايا، كان اللي تيطلع لهنا تيعطيه واحد بحال الجائزه او شي حاجه. هاد المجموعه هي الاولانيه تتسمى حي باي، المهندس المعماري الفرنسي اللي بنى هاد 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 لا ترونش هادي. هو من ضمن المجموعه الاربعه؟ هما اربعه ديال الاربعه ديال المهندسين المعماريين. هاد الاسم ديال فيما يخص هاد الاسم ديال غريغوار، حيت واحد العادة تيقولوا مدام غريغوار، بينما هي كانت هي ورجلها، رجلها هو اللي عنده لو بوفوار ديال لا سيناتور ديال لي زوتوريزاسيون ديال لو بلون داكشي، وبقات مسميه هي مدام غريغوار، هي اللي جعلت مؤثره على الحي ككل. دابا هاد البلاصه اللي حنا تنتواجدوا فيها هي غريغوار، هي غريغوار، هذا هو الغريغوار الاصيلي، على قبل يشد عليه باي على الجهه الغربيه، وتيشد عليه ريفولي من الجهه الشرقيه. هنا كانت مدام غريغوار وتيشد عليها الريفولي، الريفولي هو مهندس معماري اللي عطاه هذه القطعه وخرج منها واحد العدد ديال السكان، بحيث الى لاحظتي حتى الهندسه ديال كل مهندس تختلف على الاخر، كل واحد ولكن عطاهم واحد العدد ديال اللوجمون اللي خصهم يهزوا، والريفولي تيبدا من هنايا من الزنقه هذا، من تيبدا من هذه الزنقه وتنتهي في الزنقه الثانيه من هنا. هذا تيتسمى لا ترونس ديال شابو، شابو تا هو مهندس معماري، عطاتهم انذاك الناس اللي مسؤولين على الشأن المحلي، عطاو هذه البقعه اللي تتعدى وقيله واحد القطار ولا قطار ونص، وخرج فيها عدد ديال السكنات، هذا هو، وتيبدا من هذا الشارع هذا ديال دريس المسفيوي،
وتيحدوا بعض الازقه اللي تتفرق ما بين كل مهندس. هنا هاد الدار هذه اللي رجعت دابا متاجر محلات تجاريه، هنا فين تزاديت كانت دارنا هنايا في الزنقه ديال دريس المسويوي، ولعبت هنايا طفل، وتانا هزيت التراب، تانا لعبت البيت، تانا لعبت الكروسه ديال لورمات، تانا لعبت بالدور ديال هذا. كانوا عندنا وسائل ديال اللعب كانت بسيطه، ولكن هنا فين تزاديت المسقط ديال الراس ديالي هنايا في الدار. هنا من المآثر ديال حي غريغوان اللي تيحمل دابا حاليا حي طرابلس، الفران ديال 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 با موحى الله يرحمه، مع كامل الاسف اليوم الجمعه تيسدوا احتراما للجمعه، اما باقي بالطريقه التقليديه، باقي فيه لافوز ديالو، باقي الطراح، باقي الفرناتشي، باقي كل شيء بالطريقه التقليديه اللي كانت. وكان با موحى من الناس القدام، السكان القدام، وكان تيخدم بيدو، هو كاين هذا وكاين الفران الثاني ديال الحسن البولانجي. هذه الخصه من المآثر ديال حي غريغوان اللي كانت عاملينها الناس اللي كانوا مسؤولين عن الشأن المحلي كإعانة للماء للسكان. وكان اللي تيتكلف بتوزيع الماء هو واحد السيد تيقولوا له بالعربي كان مكفوف، واللي غريب في هذا السيد انه تقول له الدار الفلانيه تيمشي لها مقصد وما تيشوف حتى حاجه، وكان تياخذ الماء من هنا. اللي تنطلب من الناس المسؤولين على الشأن المحلي بالنسبه لهذا الحي هو العنايه بهذا المرافق وبالعنايه بهذه المآثر، لان هذا تاريخ ديال هذا الحي. من ضمن المآثر اللي تتبين على هذا الحي ديال غريغوان، حي طرابلس، هو هذا المسجد. هذا المسجد كان ضمن المآثر القديمة، بحيث كان الجامع اللي عنده السمعة كان بعيد شوية علينا، كان هنا في درب كومباطان، والناس ديال الحي شافوا مع الناس ديال السلطة وعطاوهم هنا. هذا كانت عير زنقة، وبالمجهودات ديال واحد السيد تيقولوا له الحجر باطي الله يرحمه، هذا الشيء راه تنقول لك أنا في الخمسينات، جا ودار مجهود هو والسكان وخذوا هاد الزنقة وحبسوها وسقفوها وداروها مسجد للحي. هذه ثانوية محمد السادس تابعة لمقاطعة الفيدا. هذه الثانوية تبنات في واحد الأرض تتسمى الكدية، اللي كانت قبل تتسمى الكدية، وكانت فيها واحد السيدة تتبركوا منها السكان ديال غريغوان تتسمى لالا زهرة. وهنا في كان السوق الاولاني ديال القريعه فوق هذه الكديه، من بعد قبل ما يتحول للسوق دابا فين كاين، هنا فين كان المقر ديال المقاطعه اللي كانت تسمى بالمقاطعه السبعه ديال القريعه، وكانوا مروا منها واحد العداد ديال الخلفان. كان انا ذاك خليفه حضاري، خليفه اوربان، وكان داز الشرقاوي من بعد في عهد الاستقلال، وشد عليه الخليفه عزوز، شد عليه الخليفه اقشور، شد واحد البلعه ديال الخلفه اللي مروا من هنايا، ومن بعد تحول المقر ديالها للمقاطعه دابا فين كاينه حاليا. وهنا كانوا المكاتب ديال المقدمين، فين كانوا المقدمين والشيوخ كانوا هنا، الناس ياخذوا الاوراق ديالهم ديال الاداره ياخذوهم من هنا. هذا الحي هذا نجيب واحد العدد ديال الاطور اللي شغلوا في مناصب عليا في الإدارة العمومية، وكذلك في الشركات، في الدرك الملكي، في الشرطة، في عدة قطاعات، ودي من القطاعات الرياضة، حيث كاين عندنا كان حميد الدرحاني الله يرحمه، كان الحرشاوي هو كان الجول ديال الطاز، كان بوليد كان حكام في العصبة المغربية ديال الدار البيضاء، كان واحد العدد ديال الأطور اللي تخرجوا من هنايا. ودابا الحمد لله كاين الباقي اللي ما خداش التقاعد ديالو، أن راه باقيين تيزاولوا المهام ديالهم. الذكريات ديالي كانت واحد الذكريات زوينة هنايا، واني مع هذه المده دابا تبدل ذاك الجو اللي كان، ما بقاش ذاك النشاط وذاك اللوغو ما بقاش، ودابا تبدلوا وجوه اخرى، الناس الاقدمين كاع اللي طج من هنا راه طج، واللي جاب بعد لشي قمت راه بعد، وهذه هي الحياه. شنو العام تستقريتي في هذه المنطقه؟ انايا 1949. يعني كنتي من الاوائل؟ من الاوائل، مني كانت ثانوية سيدي محمد، هذه الامير سيدي محمد كانت تماك غير كوديا، وكان المدفع كان كيضرب تما، المدفع كان كيضرب، كانوا كيجيو ساليكان وكيضربوا تما المدفع. غريغوان تبارك الله مع الصح والعمل، وخا داك التزنزين ديال ديك الكانوات وداك الشيء الدنيا هانيه.